انتاج مصر من الياسمين في الموسم اللي هو بيبتدي من شهر 6 ينتهي في شهر 11 حوالي 5 طن عجينه ياسمين. وجود فيروس كورونا في المرحله اللي احنا فيها ديت اثر سلبي على مبيعات المصانع للخارج بنسبه من 50 ل 60%. في طبعا في منافسين لمصر زي الهند زي تونس، وعشان كده يمكن حسين بيه ومدام شريفه بيحاولوا بقدر الامكان ان يبقى يطلعوا احسن كواليتي.